السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وإن شاء الله مكملين في الحاجات الطبيعية أو الطب البديل عند اليابانيين، اللي أنت ممكن جدا أن استخدمتيه حتى كأي دولة تقدري أن أنت ترتاحي. النهاردة هرفق لكم صورة مع الفيديو هتوضح كل ضغط على الأذن لو استخدمت مشبك أو ضغطت بإيدك. المهم تضغطي في المكان اللي مرفق بالمرقم، كل رقم متصل بعضو في الجسم، وانتي هتقدري ان انتي تعالجي نفسك. بتنقسم الاذن الى 6 مناطق مرقمة من 1 لـ6 عشان اقدر ان انا اشرح لكم كل ضغطة على كل واحد. عندك هنا رقم 1 موضح قدامكم في الشاشة، ده اعلى الاذن مرتبط بالكتفين والظهر. لو شعرت بوجع او تشنج في المناطق دي ثبتوا المشبك على أعلى الأذن لمدة دقيقة بس. كرروا العملية دي مرة كل يوم مدة دقيقة كل يوم، بيختفي العوار دي نهائيا إن شاء الله. طبعا مع إن أنتي تبقى عارفة إنك لو عملت دي هترقي، يعني هتبقى إشارة لمخك إن أنتي حابة تتعالجي بالحاجات البسيطة دي. رقم 2 عندكم قوس الأذن، الجزء المقوس في الأذن مرتبط بالأعضاء. في حالة تشنج العصر عصر الهضم أو الدورة الشهرية أو صعوبة المرارة، يعني لو عندك وجع في المرارة أو في عصر الهضم أو في مغص في الدورة الشهرية، اضغطي عليه من فوق لمدة من 5 لـ10 ثواني، ما تزيدش عن كده. وإن كانت الأوجاع بسيطة يعني من غير أي حاجة، يعني خلي بالكم بقى في الضغط إن أنتوا ما تفركوش الودن بتاعتكم، لأ ضغطة كده خفيفة من 5 لـ10 ثواني، أو حتى لو حطيت المشبك يعني ثواني ما تتعداش الـ5 وبتشلوه بسرعة، بيخفف طبعا وبتختفي العوارض دي نهائيا. تالت منطقة معانا هي المنطقة الوسطى العليا في الأذن، وده الجزء مرتبط بالمفاصل. يعني لو شعرت بتأثيرات في وجع بتصلب بتعب بتقدر ان انت تضغط عليه من 5 برضو لـ10 ثواني، بيختفي الاعراض ان شاء الله. رقم 4 المرفق قدامكم في الصورة دي، منطقة الوسطى السفلى، يعني الوسط السفلي في الاذن. احنا عندنا هنا المنطقة الوسط العلي والوسط السفلي في منطقة الاذن، وده بيعتبر القسم الرابع في الأذن مرتبط بمجرى التنفس العلوي. الناس اللي عندها تعب في الجيوب الأنفية أو الحنجرة، اختناق، صعوبة في التنفس، عايزة تنام، تقدر إن هي تضغط عليه، حتى لو هتضغط عليه بالمشبك ضغطات خفيفة من 5 لـ10 ثواني، وكل ضغط من دول بتتكرر مرة واحدة بس في اليوم. رقم 5 عندنا هنا هو شحمة الأذن، لو ضغطت على المنطقة دي بتختفي عوارض الانزعاج. الناس اللي هي بتبقى عندها انزعاج المتعلقة طبعا بالهضم، الناس اللي أكلت وجبة تقيلة، الناس اللي أكلت أكل غنية بالبهارات بتكون مزعوجة ويكون عندها قلق كده في منطقة الهضم، تقدري تضغطي من 5 إلى 5 ثواني إلى 10 ثواني للحصول طبعا على راحة. دي اللي فوق اللي هي شحمة الأذن. الشحمة نفسها بقى اللي هي تحت مكان الحلق دي تعتبر مرتبطة بالقلب والرأس. لا الاتنين دول لو ضغطت عليها ضغطة صغيرة هتقدر ان انت ترتاحي من وجع وألام الرأس، مع الاستفادة طبعا بالضغط في نفس المنطقة من اجل صحة القلب. بس اهم حاجة هنا الضغطات تكون بسيطة، ما تنتقمش من ودنك تقول اصل الوجع شديد اضغط جامد، لا حاجات دي عايزة ضغطات خفيفة جدا من 5 لـ10 ثواني ليس الا كل يوم. امبارح عملت معاكم ان الـ5 اصبع عندنا مرتبطة باعضاء في الجسم، والنهاردة عملت الاذن. انتظروني ان شاء الله ازاي يختفي الصداع بسهولة بمجرد الضغط. هرفق لكم صورة كمان. متابعين الكرام، اتمنى ان انتوا تكونوا بتفهموا الفيديوهات دي لانها بتبقى مشروحة بطريقة بسيطة، ويا رب ينال اعجابكم. ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسونش باللايك وبالشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته.